السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ شو أخباركم؟ أنا اسمي خالد الأحمد، أحب أشكركم على الفرصة هذه أني أتواصل معكم وأحكي معكم عن تجربتي الشخصية المتواضعة. إحنا اليوم راح نحكي عن أنه كيف خالد صار ودخل في مجال الاستشارات والتدريب على منصات التواصل الاجتماعي. أولاً أعرفكم عن نفسي، أنا مستشار مدرب إعلام اجتماعي في الأردن والشرق الأوسط ومدير قسم الإعلام الاجتماعي بشركة زين الأردن، وعندي كم مبادرة هون وهنا وكم مشروع ريادي هون وهون. نرجع، أنا انولدت بالكويت بال... مش تعرفوا أنت الزمانات، فبالتوجيهي كان عندي بال86، فبالتوجيهي كان في فيلم جديد طلع أمريكي اسمه جامبينج جاك فلاش لممثلة اسمها ووبي جيلبرت. ايام زمان احنا ايامنا ما كان في لا دي في دي ولا محزون، كان في بس الفي اتش اس الفيديو اللي انقرض، وما كان في عندنا جوجل اذا بنعرف المعلومه يعني نروح ندور عليها ونجيبها، كان خلص اذا في معلومه صعب انك تحقق منها. في جزء من الفيلم انه هي كانت تتواصل مع شخص جاسوس امريكي بروسيا عن طريق الكمبيوتر، فهو كان بيبعت كلام تقرا وبترد عليه. فانا موضوع تشات بهذاك الوقت ما قدرت اني يعني اتاكد انه موضوع حقيقي ولا لا، بس هو الموضوع كان واو، مستقبل ايش؟ اثنين بيحكوا مع بعض بكمبيوترين منفصلين بدون اي اسلاك بينهم، هذا سحر. هيك الايام الكلام هذا ب 86. راحت الايام وجت الايام، خلصنا توجيهي، صار في كم تجربه فاشله، وصلنا امريكا بال99. فاول شغل بامريكا اشتغلت في مطعم صيني، كنت بمسح صحون وكذا. صاحبة المطعم اشترت كمبيوتر، ايام زمان كان الكمبيوتر غالي كتير. بامريكا الكمبيوتر بيجي معه سي دي، كل كمبيوتر بتشتريه بيجي معه سي دي مجاني اللي هو في امريكا اونلاين اي او ال. فحكت لي ممكن تجهز الكمبيوتر، قلت له اوكي. ف جهزت له كمبيوتر السلاك مش عارف ايش، لان كنت بحب الشغلات هذه. وبعدين ركبت لها السي دي اللي بيجي مع الكمبيوتر، وانا عم بركبه فجاه ولا انا موجود بشات روم وفي ناس عم بيحكوا، فانا حكيت هذا اكيد تسجيل مش حقيقي، فبعت هلو وفي ناس ردوا علي، اتواصل معهم صار يردوا علي، فاكتشفت انه الشات شيء حقيقي. أنا هو الموضوع عندكم بالجيل الحالي يعني ما بيستاهل الواو، بس هو أيام زمان كان واو كتير. فحبيت الموضوع كتير واشتغلت وحوشت وجبت كمبيوتر، صرت أتواصل على الشات. فقضيت العشرينات من عمري على الـ MIRC والأمريكا أونلاين شات. أيام زمان ما كان في إنترنت كتير، نتسكيب كان هو البراوزر، وما كان في مواقع بعدد كبير، فكان كل الناس بس شغالين على المحادثة. راحت الأيام، اجت الأيام، دخلنا جامعة، دخلت جامعة بعمر متقدم، عمر 35 سنة. فخلال تواصلي مع الناس بتشات روم وكذا ارتكبت أخطاء كتير، فهو بعلمك شغلات كتير، بعلمك تقنيا ايش، فتعلمت يمكن الـ HTML بالIRC، بتعلم كوماندز معينة، وتعلمت الشغل الأهم اللي هو كيف التواصل مع الناس على الأونلاين، كيف تكون ذكي شاطر صبور، يعني عندك أخلاق عالية. وهذا ما جاش من صفر، وتعلمت بعد ما كنت أقع بمشاكل كتير، إني أتقاتل مع ناس يتقاتلوا معي، يصير في هجوم علي كذا، فهاي يعني ربتني هذيك، يعني الفترة هذيك ربتني. ليش ايش اللي عم بصير هلا؟ المشكلة الناس اللي بدخل على السوشيال ميديا ناو وعم بمر بمرحلة نضوج، لسه بعد سنتين ثلاثة قبل ما يتعلموا انه لا صراحة مش محرزة اني انا اسوي هالهجوم ولا انا ابهدل سمعتي عشان الموضوع هذا. خلاص اذا عندي شغلة بدي احكيها بحكيها بين اصدقائي والعائلة، هم بعرفهم، بس المنصات العامة هذه لا، انا بحكي شغلة تليق وتعطيني الانطباع الصحيح عني. فانا تعلمت هالموضوع من زمان الكلام هذا. فمرينا بمرحلة الشات، اجى بعديها مرحلة المدونات. فب 2004 سويت اول مدونة عندي،
كان اسمي وما زال اسمي اللي بستخدمه انا بالسوشيال ميديا اللي هو شو اسمه. اوكي، وبعدين سويت اول مدونه، صرت اوثق ايش عم بسوي بشكل يومي، وكنت بامريكا وكانت اخر ايامي بامريكا بخلص الماسترز وبدي ارجع على الدول العربيه. وصرت ادور وين في مدونين عرب، ولقيت في المدونات الكويتيه وتعرفت عليهم وضافوني على دليل المدونات الكويتيه لفتره معينه. وبعدين دورت على المدونات الاردنيه ما لقيت، فسويت يعني حاولت اتواصل، لقيت سويت بحث، لقيت مدونه اردنيه سالت حكت لي في بس ما اسمه جوردن بلوجز، هذاك اسمه كويت بلوجز. فانا ايش سويت؟ رحت اشتريت الدومين تبع جوردن بلوجز، ولانه في كمان في دليل موجود، فحكيت لهم خلاص انا بسوي فورورد للاسم لكم على اساس انه انا ما بدي اتشتت الطاقات والجهد. بس بعد فتره 2006 بشهر ديسمبر قرر صاحب الدليل انه يغلق الدليل، لانه كان في بعض الاراء السياسيه ومش عارف ايش، وكانت المدونه مجهوله الاسم، فكان يعني يقع اللوم على صاحب الدليل. فقلت له اوكي، فانا شو سويت؟ سويت دليل جديد بقواعد جديده، سويت دليل مدونات اردني جديد اللي هو jordanblogs.net، وسويت لجنه من كبار المدونين انهم هم يشرفوا على المدونات، وحكيت اي شخص ممكن يدخل الدليل. ومش الموضوع لفتره معينه، بعدين اجى وقت اني رحلت على الكويت، فرحت على الكويت اشتغلت سنه بشركه استثمار، بعدين اجاني فرصه ثانيه بشركه استثمار عقاري بس اني انقل للاردن، وهان كنت بدي اني انقل للاردن، فنقلت للاردن وصرت اشتغل في الاردن لشركه كويتيه من البيت، وكان معظم شغلي هو لقاءات مع اصحاب الفنادق واعمل اتفاقيات معهم. المهم هذا اعطاني وقت، وكان وقتها 2008 التويتر اول يعني اول حزته زي ما بتحكوا انتم، فكنت نشط كثير على تويتر، كنت بنزل تقريبا 50 100 تغريده باليوم، فكنت 24 ساعه على تويتر 24 ساعه على تويتر. الحلو بالتويتر انه انا عارف انه السعوديه كلها تويتر وكل العالم موجودين على تويتر، بس بالبلدان الاخرى الناس موجودين على تويتر نخبويين اللي هم اصحاب القرار، السياسيين، الصحفيين، قاده الفكر، مؤلفي الكتب، مخرجي الافلام، فالناس المهمين النخبويين موجودين على تويتر. هاي واحدة. الشغلة الثانية انه اذا انت بدك تبحث عن اي موضوع بالجوجل بيطلع لك مثلا نتائج عامة، بس اذا بحثت عليه بالتويتر حيطلع لك افخم الحسابات والاشخاص اللي بنزلوا معلومات قيمة في الموضوع هذا. فالحلو بالموضوع اني انا كان نفسي اني ادخل في مجال الاعلام الاجتماعي كوظيفة، فقررت يوم من الايام اني اقف وظيفتي مع الشركة الكويتية وصير أبدأ أدور أي إشي في السوشيال ميديا. فوقفت، استقلت من وظيفتي، صرت أقدم استشارات، وصرت أساعد بعض الشركات الصغيرة، محل، عيادة، كيف يفتحوا حسابات على السوشيال ميديا. وأولها كنت بس أسويها بالمقايدة، فمثلا أروح على الحلاق أسوي له مثلا أساعده أسوي له صفحة على الفيسبوك، كيف يعلن، كيف يعمل مثلا الصور، ايش ينزل بوستات، شغلات بسيطه كثير بسيطه يعني بيسك، بالمقابل مثلا يعطيني مثلا حلقتين ثلاثه اربع ببلاش مثلا يعني. فصرت اقايد خدمه بخدمه خدمه بخدمه عشان بس اني انا اتعلم من كيسي، لانه ما كان في مراجع قويه بالموضوع، ما كانوا في ناس لسه داخلين بالموضوع بشكل قوي، وانا ما كنت بدي ادخل كاداره اعلام اجتماعي، كنت بدي ادخل كمدرب اعلام اجتماعي. فكنت راصد كل الناس الفخمين اللي بينزلوا محتوى قيم في السوشيال ميديا، وصرت أتابعهم، وكنت أبعث لبعضهم وصير في تواصل بينه وبينهم. التويتر هاي الحلو فيه إنه غير كل المنصات، بالتويتر ممكن تتواصل مع أي شخص نخبوي ممكن يرد عليك بكل سهولة، هاي الحلاوة بتويتر. بعدين كان في عندي مشكلة صغيرة بالنسبة للتدريب، اللي هو كان عندي الخوف من التحدث أمام الجمهور، كان عندي رهبة الجمهور،
في يوم من الايام كنت موجود انا بعياده سيده فضيله بتسوي لايف كوتشنج، تدريب على الحياه ونمط الحياه. فحكت لي انا عندي مشكله بسوي اعلانات على الفيسبوك وما بعرف اذا انا بسويها صح ولا لا، ممكن اساعدك. اوكي ساعدتها، حكت لي قديش، قلت لها انا ما خلينا نسوي مقايضه. حكت لي ايش بدك، قلت لها عندي هالمشكله هذه. حكت لي هاي سهله. كيف سهله؟ هي صعبه كثير. قلت لها لا سهله جدا. كيف؟ حكت لي اوكي خليني اعرف بالضبط ايش نوع الشعور اللي بيجيك وانت خايف على المسرح. كلها اولا لو تحطي مسدس براسي انا مستحيل اطلع على المسرح، ومستحيل اعطيكي او اعرف ايش هو النوع. بس هو انا خلص خوف لما اكون قاعدين باجتماع وكل واحد يعرف عن نفسه، لما بدي اعرف عن نفسي برضه بيجيني هالخوف هذا. حكيت له ممتاز، ايش نوع الشعور هذا؟ قلت له اسمه خوف كذا. لا لا خوف من ايش؟ ما بعرف. قلت لي فكر بالموضوع ورجع لي. فكرت يومين ثلاثة، اجى خوف من الاستهزاء، انا بخاف انه يستهزئوا فيه. قلت لي ممتاز، عرفنا وين الجرح، نشوف من وين الاصل. قلت له اوكي. قلت لي انت صار معك شغله لما كان عمرك بين 9 و 12 سنه بالمدرسه. قلت له ما صار شيء. قلت لي فكر. قلت له اوكي. بعد يومين فكرت انه صار في مره طلع قرار وزاري بالكويت الغاء علامات حصص الرياضه من الشهاده. فحصص الرياضه لسه بناخذهم، بس اذا سقطت ما راح تاثر على شهادتك. فبعض المدرسين زعلوا وطلعوا. فبتذكر هذاك اليوم حطونا 3 صفوف في صاله الباسكتبول كره السله، وتعرفوا كيف الصاله وفي صدى صوت كبير وكذا. وحكى الاستاذ ما بدي اسمع ولا صوت، احنا قاعدين والوحيد اللي صوته طالع وبضحك ومش عارف ايش مين انا. صاحبي بيحكي لك خلص الاستاذ دير بالك، الاستاذ طلع عليك اسكت. قلت له شو بدي اسوي؟ شو بدي اطلع بايده؟ حيعطيني دويحه؟ ما راح تزبط. فسمعني الاستاذ قال لي تعال تلعب رياضه. قلت له لا انا كنت ضعيف صوره. فحكى لي انه اعطيني 10 ضغط. انا عمري ما سويتها، فكنت انا بتعرف ايام زمان كل واحد فكر حاله بيعمل 100 حركه ضغط. فبديت اول وحده، ثاني وحده، ثالث وحده، رابع وحده، صرت ارج واعرق وكذا، وصار يستهزئ فيه وصار الطلاب يضحكوا. فتحكي لي ممتاز، هلا عرفنا السبب، لانه هذه هي اللي سببت لك الفوبيا اللي عندك، الرهبه اللي عندك. قلت له اوكي هلا شو؟ قد بدنا نسوي اكسرسايزز. اول شيء بدنا نفكر بشخص بحياتك بنسيك العواطف اللي انت فيها. قلت له بنتي ليلى. قلت له ممتاز، قبل ما تدخل كل مره على المحادثه او التدريب او كذا فكر بليلى. طيب ايش كمان؟ اكدت لي بدك تسوي تدريب تنفس، تاخذ نفس عميق، استنى شوي، اكدت لي بدك تجربها مره مرتين ثلاثه. قلت له اوكي ايش كمان؟ اكدت لي بدك تحفظ اول 60 ثانيه من كل خطاب. فمره تخليها تعريف لمده 60 ثانيه، مرة تخليها نكتة، مرة تخليها قصة، مثلا تخليها قصة وانت جاي هون شو صار معك. فهدول بدك تحفظهم صم، لما تدخل انت عارف بالضبط اول 60 ثانية ايش بدك تحكي فيهم. قلت له اوكي بس. قلت لي بس. قلت له اوكي شكرا. فروح جربتها ما زبطت، جربتها مرة ثانية ما زبطت، ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتسعة وعشرة وحداش واثناش وثلاثاش، بين بصيص امل انه ها انه. وشو كنت اسوي؟ انا كنت اجيب اصحابي واقاربي وادربهم تحت حال، ادربكم تويتر، اسوي لكم تويتر 101 ببلاش، وركشوب لمده ساعتين مجانا تعال. فكنت اجيب 2 3 2 3 2 3. بس لما كنت اوقف كنت اعرق، كلام شوي شوي يطلع، ما كنت مركز، وكان يعني كانت يعني تجربه سيئه بالنسبه لهم. انا بعتذر لكم من الحين صراحه. بس بعد ال 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 الموضوع تحسن شوي شوي. هلا الحمد لله الموضوع اختفى. فهو الإصرار لازم تضلك مستمر مستمر مستمر، ورا تحدى نفسك بنقطة ضعف عندك عشان تتغلب عليها بأكثر من طريقة. طريقة تعرف العلم كيف ممكن تتغلب عليها، وطريقة الإصرار على النجاح إن شاء الله. طيب فبديت انا اصير ادرب
بشكل جمهور وبشركات خاصة، شركات ينادوني واروح ادرب الموظفين والجمهور، ادرب الجمهور شركات وادرب موظفين، وصار في عندي سمعة كويسة وكنت بعكس هالنشاط تبعي على التويتر. فعلى التويتر صرت احكي، ايام زمان كنت انزل 50 تغريدة بكل تفاصيل حياتي، بعدين صرت لا اركز خلاص خليني احكي عن الاعلام الاجتماعي. فصرت اتابع المصادر الغنية في السوشيال ميديا، اشوف شو بنزله، اسوي له ريتويت او اسوي ريتويت مع تعليق او انه اخذ واقتبس واعربها وانزلها مترجمة. فصرت خلاص اركز المادة تبعتي معظمها على السوشيال ميديا، تركيز مهم جدا. خد قاعدة 20-80%. حصلت الصدف انه ب 2010 الحكومة الاردنية قررت انها تبني قسم تواصل لرئاسة الوزراء بشكل كبير جدا، جابوا مستشارين اجانب وجابوا ناس مختصين بالموضوع هذا، وظل عندهم وظيفة الديجيتال ميديا دايركتر. ديجيتال ميديا دايركتر اوكي، يلا بدنا واحد اردني ديجيتال ميديا دايركتر. بهذاك الوقت اكثر واحد نشط على السوشيال ميديا في مجال الاعلام الاجتماعي مين كان؟ خالد الاحمد. فلما يسألوا اي حدا يقول معاه في خالد الاحمد، خالد الاحمد، خالد الاحمد، خالد الاحمد. طب اوكي خلينا نشوف مين خالد الاحمد. فلما نادوني للمقابله كانت مع مستشارين الاجانب، كان الموضوع ايزي بالنسبه لي لان انا كان عندي درايه في المنصات الاجتماعيه، والحمد لله اشتست كل المقابلات وحصلت على الوظيفه. هي ما دامت، قالت بس 9 أشهر، بس اعطاني بوست قوي جدا واعطاني يعني معارف حلوه بالموضوع هذا. بعديها رجعت للاستشارات، بعديها رجعت للاستشارات والتدريب، وجلست تقريبا 2 استشارات وتدريب. بس كنت حاب ان يكون عندي هيك قصه نجاح كبيره. في يوم من الايام شو سويت، كانت شركة زين عندهم تواجد على السوشيال ميديا بشكل كبير مقارنة بالشركات الأخرى، فبعت رسالة إيميل للرئيس التنفيذي قلت له أنا فخور فيكم أنه أنتوا عندكم سوشيال ميديا، وبس بحب أحكي لك أنه السوشيال ميديا أنتوا عن طريق الأجنسي وهم يعني شغلهم حلو، بس لازم تنضج ولازم يكون عندكم قسم إعلام اجتماعي عشان تكون الشغل يعني أفخم من هيك، وإذا بتعطيني ربع ساعة من وقتك أنا ممكن أشرح لك كيف ممكن أنا أبني لك القسم هذا وفرجيك إيش الرؤية تبعتي. الساعة 9 بالليل بعت الإيميل، الساعة 11 بالليل إجاني الرد، قال تفضل عندي بكرة الساعة 10 الصبح. رحت عنده وقابلت 4 مقابلات كان كل شيء تمام، بس فجأة الرئيس التنفيذي طلع من الشركة، حكوا معي الـ HR حكوا لي معلش إحنا نعتذر صرفنا نظر عن الموضوع. قلت له ما في اي مشكله، بس بعد سنه اتصلوا فيي حكوا لي ممكن نتقابل مره ثانيه. قلت له اوكي، في رئيس تنفيذي جديد وهو عنده توجه انه يبي يبدا قسم اعلام اجتماعي جوا الشركه. قابلتهم والحمد لله حصلت على الوظيفه، بس كان شرطي انه انا اضلني ادرب واضل المبادرات تبعوني شغاله. قال احنا يعني نعمل اكسبشن لك، نحن ما بنسوي هيك لمعظم الموظفين، بس حنعتبرك كمستشار مش كموظف تقليدي. الحمد لله انا مع زين لي تقريبا 5 سنين، خلصنا 5 سنين وما زلت معهم. مش عارف ليش يعني كيف هم راضين علي، بس انا يعني بحبهم كتير زين، وقدم استشارات ومقدم تدريب بشكل دوري، بحب ادرب. وهلا بنتقل على الاونلاين وعم بسوي ويبينار كمان على الاونلاين وتدريب، واي حدا عنده مشكله بحب اساعده بمشروعه بتواجده على السوشيال ميديا. انا مختص بكيف تبني تواجد صحيح على السوشيال ميديا، كيف تبني استراتيجيه صحيحه، وكيف تسوي بيرسونال براندنج لنفسك او لشخصيه معينه، هو الترويج الذاتي على منصات التواصل الاجتماعي. هذه قصتي، واي حدا عنده اي سؤال انا متواجد على الاونلاين ابعث لي اياه، وان شاء الله بقدر ارد عليك باسرع وقت ممكن. شكرا، السلام عليكم.